نحن الآن في مخيم الفاروق في ريف إدلب الشمالي. هذا المخيم يأوي نازحين من ريف حلب الجنوبي منذ عام ونصف تقريبا. 270 عائلة يعانون بشكل مستمر من غرق الخيام بمياه الأمطار والبرد الشديد. خيام مهترئة وخيام بحاجة إلى صيانة واستبدال. الأرض الزراعية التي أقيم عليها المخيم غير صالحة للسكن، كما نلاحظ صعوبة شديدة في التنقل والحركة في المخيم بسبب وعورة الأرض الزراعية وغرقها بمياه الأمطار. مناشدات أهالي المخيم مستمرة لتأمين خيم بديلة وتأمين صيانة للخيم الموجودة أو تأمين على الأقل وسائل التدفئة. مناشداتهم مستمرة للمنظمات الإنسانية، لكن بحسب وصفهم دون جدوى أو دون استجابة من قبل المنظمات الإنسانية. يضطر سكان المخيم إلى استخدام البلاستيك القديم وبقايا النفايات لتدفئة أطفالهم. خلف جمعة، قناة حلب اليوم، ريف إدلب.